السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم فوائد لغوية ونحوية. عبود يقال المثل العربي نام نومة عبود. أصل هذا المثل أن عبودا هذا كان رجلا تماوت على أهله وقال أندبوني لأعلم كيف تندبونني ميتا، فندب ابنه ومات على تلك الحال. تماوت الشخص أي تظهر بالموت وهو حي، ندب الميت بكى عليه وعدل محاسنه. فائرة لغوية: فصل في ترتيب البكاء عند العرب. إذا تهيأ الرجل البكاء قيل أجهش، فإن امتلأت عينه دموعا قيل غرورقت عينه، فإن سالت قيل دمعت، فإذا استرسلت دموعه قيل همت، فإذا كان لبكائه صوت قيل نحب ونشج، فإذا صاح قيل أعول. أوجز الكلام: سئل جعفر بن يحيى عن أوجز الكلام فقال: قول سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمع في ثلاثة أحرف: العنوان والكتاب والحاجة وإظهار الدين وعرض الرشاد إلى المكتوب إليهم. الناس بخير ما تباينوا. معنى المثل أن الناس بخير ما دام فيهم الرئيس والمرؤوس، فإذا تساووا هلكوا. تباين أي تباعدوا وتهاجروا. أجمع العرب على أربعة وقالوا: أربعة لا تجافيهم، أباك وأمك وأخاك وأختك، وأربعة لا تقصوا عليهم: اليتيم والمسكين والفقير والمريض، وأربعة لا تفعلهن: الكبر والغرور والحسد والحقد، وأربعة تحل بهن: الصبر والحلم والعلم والكرم، وأربعة تعوذ منهن: الهم والحزن والعجز والبخل. الفرق بين التبديل والإبدال: التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل الشيء مكان الشيء. أجبن العرب: وأبو حية النميري كان جبانا يضرب به المثل في الجبن. روي عنه أن كلبا دخل في ظلام الليل بيته فخرج هو وزوجته من المنزل، وتناول السيف وأخذ يقول: الله أكبر، وعد الله حق. فاجتمع أهل الحي وقالوا: ما لك؟ فقال: عدو محارب انتهك حرمة بيتي ودخل علي وهو الآن في البيت. ثم قال: أيها الرجل، أخرج إن كنت تريد مبارزة فأنا أبو المبارزة، وإن كنت تريد قتالا فأنا لها، أنا شجاعها، وإن كنت تريد المسالمة فأنا عندك في مسالمة. فبقي يتراود ويضرب الباب السيف وينادي. فلما أحس الكلب جلبة الناس خرج من بينهم، فألقى أبو حية السيف من الخوف وقال: الحمد لله الذي مزحك كلبا وكفانا حربا. من معاني العين: العين حرف من حروف المعجم، والعين الناظرة لكل ذي بصر، والعين الجارية النابعة من عيون الماء، والعين السحاب من ناحية القبلة، والعين وتر أيام لا يقلع، والعين كبير القوم وشريفهم، والعين ذات الشيء ونفسه، والعين المال العتيد الحاضر، والعين الشمس، والعين أهل الدار، والعين الجسوس، والعين الميل في الميزان، وعين الشيء أجوده. النونات في اللغة العربية: نون التوكيد الثقيلة أصدقنا لأساعدنا، نون التوكيد الخفيفة اكتبنا لأفطنا، نون النسوة اقرأنا ويحفظنا، نون رفع الأفعال الخمسة يتحدون وتحرصين، نون المثنى طبيبان وجنديين، نون جمع المذكر السالم معلمون ومهندسين، نون المضارعة نستعين ونحترم، نون الضمائر المتصلة المؤنثة يقدرهن وأبناءهن، نون الوقاية شكرني وليتني، نون التنوين وطن وكريمة. خطأ إملائي شائع: الخطأ لا تنسى ذكر الله، الصواب لا تنسى ذكر الله،
السبب هم هنا يريدون نهي المخاطب عن نسيان ذكر الله، وهذا خطأ ناتج عن سهو في فهم قواعد اللغة العربية، لأن الفعل بهذه الصورة مجزوم بلا نهي ومعتل الآخر، لذا فعلامة جزمه حذف حرف العلة.